أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها ضعف الموقف الأممي من حوار جدة والعبث الإماراتي في اليمن. أكد المبعوث الأممي مارتن جريفيث في إحاطته أمس لمجلس الأمن على ضرورة عودة الحكومة الشرعية بكامل سلطاتها إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها، متحدثا عن أمل ضئيل للتوصل إلى حل للأزمة في اليمن. تحدث جريفيث باقتضاب حذر عن حوار جدة وركز كالعادة على اتفاق ستوكهولم، قائلا إن إجراءات بناء الثقة تمثل حجر الزاوية لتنفيذ اتفاق الحديدة بشكل كامل. كلمات مندوبي الدول دائمة العضوية تركزت على الجانب الإنساني مبتعدة عن مستجدات المشهد اليمني، خصوصا تلك المتعلقة بالدور الإماراتي الذي ترفضه الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. أنباء شبه مؤكدة تقول أن الرئيس هادي يصر على إنهاء النفوذ العسكري الإماراتي وضرورة استكمال انسحابها كليا من المواقع التي تسيطر عليها جنوب وغرب البلاد. وثمة من يقول أن الرئيس هادي يواجه ضغوطا سعودية للتوقيع على اتفاق جدة الذي كان من المتوقع أن يتم توقيع عليه أمس الخميس. نناقش الموقف الأممي من حوار جدة وحقيقة الضغوط التي تمارس على الشرعية لتقديم تنازلات للميليشيا التابعة للإمارات، ولكن بعد هذا التقرير. جلسة جديدة لمجلس الأمن لبحث تطورات الأوضاع في اليمن، جلسة اعتيادية تضاف لأخرى سبقتها، لا جديد يذكر سوى تكرار عبارات القلق والتفاؤل، قفز على الوقائع ومحاولات لتجميل المتاجرين بالقضية اليمنية محليا ودوليا، وعصف على وتر الإنسانية التي تذبح يوميا في كل الجبهات على مرأى من العالم. كالعادة يطل المبعوث الأممي من مكتبه في عمان ليعبر عن تفاؤله ويتحدث عن خيوط الأمل التي لا يراها غيره، ويحتفي بالخطوات الأحادية للميليشيا التي لا تبالي أصلا بالقرارات الأممية. إنه لمن المذهل أن نرى الحبور والفرحة والبهجة التي بهجة الأسر الذين تلقوا أحباءهم، وأنا آمل وأظننا جميعا يأمل أن هذه الخطوة سوف تكون مبشرة بمبادرات أخرى من شأنها أن تيسر الإفراج عن المعتقلين. مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي قال إن إفراج الحوثيين عن المدنيين المختطفين خطوة غير كافية، مؤكدا تمسك الحكومة بتبادل الأسرى والمختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل. جريفيث في إحاطته لمجلس الأمن شدد على ضرورة عودة الحكومة الشرعية بكامل سلطاتها إلى عدن لممارسة مهامها، متحدثا عن أمل ضئيل للتوصل إلى حل للأزمة في اليمن. خطابات مندوبي الدول الدائمة العضوية في المجلس ركزت على تقديم الصراع بأنه صراع بين أطراف داخلية في تجاهل كامل لعبث التحالف ومسؤولية الإمارات عن التأسيس لحروب محلية بإنشاء ودعم ميليشيات مناطقية. الجانب الإنساني كان حاضرا، لكنه كان كالعادة على حساب الأسباب الجذرية للمشكلة اليمنية التي سببها انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة وعبث التحالف في المناطق المحررة في ظل ضعف الشرعية اليمنية. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، أرحب بضيفي المحلل السياسي سلمان عسكر من أبها، أيضا ضيفي من العاصمة المؤقتة عدن المحلل السياسي والصحفي عبد الرقيب الهدياني، أهلا بكما. وأبدأ معك سيد سلمان، مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياك الله. إذن لنبدأ من النقطة التي ذكرها المبعوث الأممي في إحاطته أمس لمجلس الأمن، وهو طلب عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن بكامل أعضائها واستعادة مؤسساتها هناك، كيف تنظر أنت إلى هذه الدعوة؟ بداية أحييك سيدتي، أحيي السادة المشاهدين، أحيي ضيفك من عدن.
أنا استمعت إلى ما قاله النبوت، يعني كان كلام واضح وصريح، وهو لم يقطع العودة قبل الاتفاق، بل ربط عودة الحكومة الشرعية والرئيس هادي ووزرائه إلى عدن عند التوصل إلى حل. كان الربط هنا عند التوصل إلى حل. هو أبدأ حل حسب رؤيته حل أي مسألة تقصد؟ عودة الحكومة الشرعية إلى عدن. نعم، أنت ذكرت بأنه جريفيث تحدث أن عودة الحكومة الشرعية مرتبطة بحصول حل، حل ماذا؟ التوافقي ما بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي. نعم. أي بعد توقيع الاتفاقية التي يرى هو من وجهة نظره بأن ليس هناك أي بوادر للتوقيع عليها. ما أحب أن أؤكد إليه سيدتي في هذه النقطة أن الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي على بعد خطوات قليلة جدا من توقيع اتفاق جدة بإذن الله. الأمور تسير إلى الأمام باتفاقات وشفافية بين الطرفين. نعم. هناك سيدتي الذي أخر التوقيع عن الاتفاقية والذي إلى الآن لم يحدد وقت التوقيع عليها، هناك بعض التحفظات. نعم، سنعود للحديث عن حوار جدة والاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه، لكن دعنا نؤكد أو نعود للنقطة الأساسية التي سألتك عنها، عن عودة الحكومة، وبرأيك من المعني بتهيئة أسباب عودة الحكومة في ظل السيطرة المستمرة لميليشيا التابعة للإمارات؟ يعني نتكلم بوضوح، الحكومة الشرعية من قبل أحداث عدن أو من قبل ما حدث من تطورات المجلس الانتقالي في عدن، الحكومة كانت ولا زالت في الرياض. يعني من 4 سنوات الحكومة الشرعية متواجدة في الرياض، المجلس الانتقالي لم يمر عليه بضعة أشهر. نعم. سيد عسكر، كان هناك داخل العاصمة المؤقتة عدن وزير النقل، أيضا وزير الداخلية متواجد هناك، وأيضا كانت نوعا ما تمارس المؤسسات الدولة تمارس عملها حتى أتت الميليشيا المدعومة من الإمارات وعرقلت تواجد الدولة وعمل مؤسساتها، وأيضا أصبح يعني أو تحتم على وزير الداخلية الخروج من العاصمة المؤقتة. طبعا، لكن نحن نتكلم عن حكومة شرعية سيدتي، لا نتحدث عن حكومة شرعية. هناك معرقلين لعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، أيضا باعترافات وزراء من داخل هذه الحكومة الشرعية يتهمون التحالف والإمارات رأسا بعرقلة عودتهم وعرقلة تواجد مؤسسة الدولة داخل العاصمة المؤقتة. والله يا سيدتي، انا يعني الحكومه الشرعيه الرئيس هادي عام 2018 كان تواجد، دخل الى عدن ثم غادر عدن. الحكومه الشرعيه المشكله ان لديها وزراء، وانا اقولها بصراحه لا ندري ماذا يعملون وكيف يعملون واين يعملون. هناك جزء في عدن، هناك البعض في الرياض، البعض في الاردن، البعض في القاهره. يجب ان يكون حكومه شرعيه بمعنى حكومه شرعيه. انا صراحه لا ادري اين علي محسن نائب الرئيس. يعني من المفترض على الأقل أن تكون الحكومة الشرعية متواجدة، الأمور مهيئة والعاصمة المؤقتة هي عدن. لكن عندما نقول هناك وزير أو وزيرين في عدن، يعني وزير النقل ووزير الصحة، فهذا لا يعني تواجد الحكومة الشرعية بأكملها في اليمن. الحكومة الشرعية لا تزال من وجهة نظري أنها مبادرة حتى الآن، وكان يجب أن يكون الرئيس هادي ونائبة وقوات الحكومة موجودة في عدن. لو كانت هناك متواجدة لما سمعنا بمجلس الانتقالي. نعم. ولا سمعنا بتفجيرات ولا سمعنا بالأحداث التي تحصل في عدن. تفضل بالبقاء معي سيد سلمان. مرحبا بك معي سيد عبد الرقيب الهدياني. مساء الخير أختي. نعم، إذا كنت قد استمعت لحديث ضيفي من أبها عسكر، تحدث أن الحكومة الشرعية غير متواجدة في عدن من قبل أحداث انقلاب التمرد أو تمرد المجلس الانتقالي، أيضا لا توجد مؤسسات أو ولا يوجد وزراء. برأيك كيف يعني كيف ترد على هذا الحديث؟ التحية لك أولا ولضيفك ولمشاهدي القناة. ينبغي علينا أن نضع الأمور في نصابها وأن نشخص الواقع حتى نستطيع أن نضع العلاج أو نحلل ما الذي يجري. نعم. وإلى أين وصلنا؟ منذ تحرير العاصمة المؤقتة عدن في يوليو 2015 عمدت الإمارات التي سيطرت على عدن بكامل مفاصلها
على إنشاء سلطات موازية للحكومة الشرعية. الحزام الأمني خارج يعني وزارة الداخلية، النخب خارج إدارة الجيش. عملت الإمارات على تقويض الدولة منذ اليوم الأول بصناعة سلطات موازية خارج الدولة، قوضت المؤسسات. نتذكر أنه مع كل عودة كان يعود الرئيس هادي إلى عدن كانت تتزايد أعمال الاغتيالات والفراغ الأمني والقلاقل والأحداث الأمنية. نتذكر أن الرئيس هادي منع طيارته من أن يعني أن 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 تصل إلى مطار عدن، واضطر أن يذهب إلى سوق أطرة والإمارات التي تسيطر على مطار عدن. نعلم أن عدد من وزراء الدولة تصدت لهم هذه الميليشيات الإماراتية ومنعتهم من العمل، وحادثة وزير النقل عندما كان ذاهبا في شبوة إلى ميناء النشيمة عندما تصدت له قوات النخبة الشبوانية ومنعته من العمل وأعلن بيانا شهيرا. إذا المشكلة اليوم، أساس المشكلة هي في التحالف، أو لنكون صريحين في جزء من التحالف في الإمارات، وفي جزء متواطئ ولا يريد أن يشخص الواقع ولا أن يقوم بواجباته من موقعه كرئيس للتحالف وإصلاح الخلل، وهي المملكة العربية السعودية. المشكلة اليوم ليست في الحكومة أو غيابها، المشكلة اليوم في الواقع المختل الخارج عن مهمة التحالف الذي يعني يجري اليوم في عدن وفي المحافظات المحررة. نعم. الخارج عن أهداف التحالف الواضحة، والخارج عن القرارات الدولية 2022-16. إذا المشكلة هو يجب أن يعيد التحالف تصحيح الواقع. يجب على المملكة العربية السعودية من موقعها كرئيسة للتحالف أن تعيد الأمور إلى نصابها. مشكلة اليوم مشكلتنا في عدن كما هي مشكلتنا في شبوة في بقية المحافظات كما هي في تعز. هذه الميليشيات التي صنعت خارج إطار الدولة، كيف لتحالف جاء لكي ينهي انقلابا انقلب على الدولة، وهي الميليشيات الحوثي الإيرانية أن يصنع ميليشيات إماراتية تحارب الدولة وتقصف الدولة، بل وطيرانها يقصف الجيش الوطني. تفضل بالبقاء معي سيد عبد الرقيب. إذا سأعود إليك سيد سلمان، ما حقيقة أن السعودية تمارس ضغوطا على الرئيس هادي لتوقيع ما تم الاتفاق عليه في جدة؟ ماذا تم الاتفاق عليه في جدة؟ السؤال موجه إليك الآن، ما الذي تم الاتفاق عليه في جدة، وهل هناك ضغوط حقيقة تمارس على الرئيس هادي؟ من الطبيعي سيدتي أعداء التحالف العربي أو أعداء الشرعية أو أعداء اليمن في المقام الأول أن يصدروا التصريحات وأن يلمحوا لأمور ليس لها ناقة ولا جمل. ما يحدث الآن هو حوار بين الحكومة الشرعية وبين المجلس الانتقالي، بين مكونات يمنية في الأخير. إذا المملكة العربية السعودية هي راعية ولكن ليس لها تدخل بين مجموعات يمنية هيئ لهم المكان والموقع ليصلوا إلى اتفاق. هذا الكلام الذي يتردد هو معروف منبعه يا سيدتي، والجهات التي تحاول أن تروج له هي ذاتها التي روجت قبل الآن إلى خلافات وإلى ما شابه ذلك. أنا أقول بالبنط العريض وأقول لك يا سيدتي أمام المشاهدين الكرام الأعزاء بأن المملكة العربية السعودية في المقام الأول والأخير هدفها أن يستقر اليمن وأن يتحرر من الكهنوت الحوثي. نعم، إذا عطفاً على كلامك برأيك، إذا هل ستوافق السعودية على إصرار وطلب الرئيس هادي خروج الإمارات من عدن وأيضاً من التحالف؟ الرئيس هادي الآن لن يطلب من السعودية ولم يطلب من الإمارات ولم يطلب من غيرها من التحالف غير طلب وحيد، وهو أن تحرر اليمن من هذا التدخل الإيراني الحوثي. الإمارات العربية المتحدة يا سيدتي تقدم ضمن التحالف عمل إيجابي في اليمن، لكن هناك أنباء سيد سلمان تؤكد رفض الرئيس هذه التوقيع على ما تم الاتفاق عليه في جدة إلى حين خروج الإمارات من التحالف، وأيضا يعني إنهاء دورها في اليمن، وأيضا عطفا يعني إذا ما تم الحديث عن احتمال طلب الرئيس هادي خروج الإمارات من التحالف. لا أعتقد مثل هذا الكلام، أنا لست حاضرا بينهم سيدتي، ولكن أمامي
منظور تام لما يدور في اليمن، أن الهم الرئيسي والأول للمخلصين لليمن والأوفياء من أبناء اليمن الصادقين، هدفهم الأول والأخير هو إخراج الحوثيين وإيران من اليمن. كل الأحزاب وكل المكونات اليمنية مهما اختلفت بينها البين، المجلس الانتقالي أو الحكومة الشرعية أو الناصريين أو المؤتمر الشعبي أو الإصلاح أو غيرهم، أمامهم عدو مشترك واحد وهو الحوثي. فعندما يأتي الرئيس سهادي ليقدم مثل هذا الطلب حسب ما تقولي أنت الآن، فأنا أعتقد أنه لا يصب في مصلحة التوصل إلى اتفاق، وسيسبب عرقلة للتوصل إلى اتفاق سواء بين المجلس الانتقالي أو الحكومة الشرعية. الإمارات العربية المتحدة ضحت بالآلاف وضحت بالأفراد من أجل استقرار وعودة اليمن، فهل يعقل أن يأتي الرئيس هادي ويطلب خروج الإمارات بعد أن ضحت بالغالي والنفيس من أجل عودة الاستقرار إلى اليمن؟ لا يعقل ولا يطلب مثل هذا الطلب عاقل، ولا أعتقد بأن الرئيس عبد ربه هادي سينزل إلى مثل هذه التفاهات وهذه الطلبات. أعتقد أن الرئيس هادي ووفده المتفاوض مع الشرعية يريدون أن يضعوا نقاط رئيسية يا سيدتي في المقام الأول، وهي التوقيع أو بمعنى أصح التوصل إلى شراكة في الحكومة، إلى وحدة هي الأساس، إلى الحفاظ على كيان المجتمع اليمني، منع اليمن من الانفلات، منع التدخل الإيراني. هذه هي أهم النقاط الرئيسية، وليس من الحق أن نأتي في المقدمة ونقول لا نريد السعودية ولا نريد الإمارات ولا نريد ولا نريد، هذا لا يعقل مثل هذا الكلام سيدتي. نعم، إذا ابقى معي سيد سلمان. أعود إليك سيد عبد الرقيب. إذا ما حقيقة تمسك وطلب الرئيس هادي خروج الإمارات من التحالف؟ وبعدها سيتم الحديث عن ما سيتم الاتفاق عليه في حوار جدة. نعم نعم سيدتي، ما يعني خرجت من معلومات عبر يعني مصادر رسمية أن نقطة الخلاف اليوم والتي أخرت التوقيع على مسودة الاتفاق التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية هو إصرار الحكومة الشرعية، إصرار الرئيس هادي على يجب أن تعالج المشكلة من جذورها. أساس المشكلة هي الإمارات، هي أخطاؤها، هي تدخلاتها، هي عبثها، هي ميليشياتها، هي في أدوات الإمارات، في آليات الإمارات، في أسلحة الإمارات قصفت معسكرات الحرس الرئاسي، في طائرات الإمارات قصف الجيش الوطني، وهناك 300 جندي وضابط بين قتيل وجريح. المشكلة هي الإمارات، والرئيس مصر. يجب علينا أن نضع حلا للمشكلة من جذورها، وليس الرتوش وليس الفروع. المجلس الانتقالي أداة وذراع بيد الإمارات، تحركه برسالة ووفق أجندتها وتوجهاتها. يبدو أن ضيفك من السعودية لم يستمع إلى يعني بيانات الرئاسة والحكومة وبيان مندوب اليمن في مجلس الأمن وتصريحات الحكومة الشرعية، الحكومة الشرعية التي جاء التحالف بمساندتها، وهو يشكو ليل نهار ويبين ويوضح أن الإمارات هي جزء من المشكلة، بل هي أساس المشكلة. وبالتالي علينا أن نعيد صناعة بوصلة هذا التحالف. هو يتحدث عن عدو حقيقي هو الحوثي، ونحن نقول ما تقوم به الإمارات في المحافظات المحررة يخدم أجندة الحوثي، يطيل أمد البقاء للحوثي. ما تقوم به الميليشيات في عدد وشبوة وحضرموت وتعز هي يعني رئاس تنفس اصطناعية يعيش عليها الحوثي. بالتالي يجب علينا اليوم أن نواجه الحوثي موحدين في إطار الجيش الوطني والحكومة الشرعية، أن نوجد استقرارا ووحدة وتلاحما في المحافظات المحررة، حتى نستطيع أن ننطلق إلى الخطر الحقيقي والداهم الذي يمطر الجارة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية كل يوم بالطائرات المسيرة وبالصواريخ. يجب علينا أن نصحح بوصلة التحالف حتى نستطيع أن ننهي هذا الخطر. أما أن تبقى الإمارات تصنع الخلافل وتوجد هذه الثغرات وهذا العبث، فالخاسر الأول نحن في اليمن. شكرا. والثاني هي المملكة العربية السعودية. نعم، الصحفي والمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني، كنت معي من العاصمة المؤقتة عدن، شكرا جزيلا لك. أرحب بضيفي من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسن مغلس. مرحبا بك معنا سيد حسن. هل تسمعني؟
إذن يبدو بأننا فقدنا الاتصال مع ضيفنا حسن مغلس. أعود إليك أستاذ سلمان عسكر، إذا كنت قد استمعت لضيفي عبد الرقيب تحدث أن هناك بيانات صادرة من الرئاسة ومن الوزراء تدين الإمارات بالاسم وتطلب منها الخروج من التحالف، إذا برأيك إذا ما تم الاستجابة لهذه الضغوط هل ستقف السعودية مع اليمن في هذا المطلب أم كيف سيكون الوضع؟ سوف أجيب على سؤالك أخي، لكن اسمحي لي أن يعني أنا أوضح لك نقطة سيدتي. أنا في الآن في المملكة العربية السعودية، أنا قبل الحديث معكم وعبر قناتكم الغالية كنت على تواصل مع عناصر في الحكومة الشرعية، هم ضمن الوفد المتفاوض مع المجلس الانتقالي، وايضا تواصلت مع عناصر من المجلس الانتقالي. الامور يا سيدتي عكس ما يقال وعكس ما يذاع، وصدقيني انني تحديدا رغم علاقاتي القويه مع هذه المكونات لم استطيع ان احصل على بندا واحدا من الاتفاق. هذه الحقيقه انا اريد ان اريدها لك. ثانيا، ما حدث او ما تم التوصل اليه وضع في قيد الكتمان لحد ما يتم التوقيع. هناك امور اساسيه وضعت المصالح العليا للبلاد لليمن في الاولويات، وليست لمطالب الرئيس ولا نائب الرئيس ولا عيدروس ولا هاني بن بريك، وضعت المصالح اليمنيه في المقدمه. فلذا احب ان اشير الى ان من يحاول ان يقول بان الرئيس هذه فرض خروج الامارات او قال او اتى او علم هذا الكلام، صدقيني ان السكرتير المسؤول عن هذه اللقاءات في جده لا يملك معلومه واحده. هذا ما اريد ان اوضحه للاعلام. اما اجابه على سؤالك سيدتي حول موقف السعوديه عندما يحصل مثل هذا الطلب، فهذا الطلب يعني حصل من بعض الاطراف اليمنيه وبعض المسؤولين في مطالب اخرى غير الامارات، ولكن بالاخير هو ما يغلب المصلحه العامه. يعني ليس انا اتي كسلمان عسكر واقول والله حزب كذا وكذا احنا ما نبغاه، يا اخي ليه؟ في لماذا؟ يعني الموضوع ليس بالتفاهات وبالسفاهات هذه. شكرا. يعني من البديل الذي سناتي به؟ هل ناتي بقطر؟ نعم، أعتذر منك لمقاطعتك لضيق وقت هذه الحلقة سلمان عسكر المحلل السياسي من أبها، شكرا لك. ينضم إلينا أيضا مشاهدينا الكاتب والباحث السياسي حسن مغلس. سيد حسن مرحبا بك مرة أخرى. إلى أي مدى يمكن الثقة في قدرة الشرعية والرئيس هادي على الصمود أمام الضغوط التي تريد منه التنازل للمتمردين في عدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن نثق كثيرا بالرئيس عبد الرب منصور هادي، لكن المشكله نحن لا نسمع الاراء ولا نسمع ماذا يدور، والرئيس عبد الرب لا يستطيع ان ينقل ما يدور، وهو يتحفظ بذلك لمصالح كثيره. لكن هو اثبت صموده في الفتره السابقه، صمود يعني حاول انه عدم التنازل لاشياء كثيره الا فيما يخص يعني بعض التنازلات التي لا يمكن الخروج منها. تخرج من الو سمعوني؟ نعم نعم نسمعه. فعلى ماذا نعول على صمود الرئيس عبد الرب منصور هادي؟ الى الان التعويل عليه لان هناك التدخل الخارجي تدخل غير عادي، التدخل الاقليمي تدخل غير عادي، ضغوط علينا في كل مناحي الحياه، يعني فرضت علينا قوى عسكريه، قوى امنيه، قوى كذا فرضت وربيت وما زالت تربى وما زالت الان تعطى الامكانيات. نعم. وهي اضعف مما هي عليه من الصوره هذه. الان الشرعيه لا تحارب هذه القوى الداخليه او تصارعها، هي تصارع الدوله الاقليميه المباشره التي اساسا هي تواجه الرئيس عبد الرب منصور هذه، ولا تريده ان يكون في مستوى الحدث. تبعده كثيرا عن الواجهه، تبعده كثيرا عن ابداع الراي، تبعده كثيرا حتى يسمع الشعب منه، ولكن كله عبر يعني حتى التغطيه العالميه لا تكون الا عبر وسائل التحالف. نعم. وهذه مصيبه كبيره، يعني نحن لا نتلقى مباشره الكلام. إذن سيد حسن كيف يمكن تقييم موقف التحالف في ضوء ما نراه من محاولات لانتزاع تنازلات من الشرعيه للجلوس مع الانتقالي؟ للاسف الشديد يعني الجلوس مع الانتقالي هو يعني اعطاء حق للانتقالي اساسا لا يستحق الانتقالي الجلوس معه بقدر ما يستحق المحاكمه، لان الانتقالي اساسا ارتكب جرائم ضد الجماهير، ضد الشعب، ليس ضد شرعيه الرئيس فقط. هناك يعني جرائم كبيره
يعني ارتكبها الانتقالي في المحافظة الجنوبية بشكل عام يعني كاملة، لم يقصر بهذه الجرائم بل انه كان مسؤول عليها مباشرة، فكيف يتم الجلوس معه وهو اساسا ليس عدو للشرعية فقط بل عدو للشعب؟ فهنا مشكلة كبيرة يعني الان محاولة فرضها على نعم. على على الدولة، ونحن نقول يعني وعلى الرئيس عبد الرب منصور هادي ولا نسمع منه الرأي. هذه مشكلة ثانية نعاني منها نحن كيمنيين. نعم. بالتالي برأيك ولكن ما هي البدائل التي يمكن أن تتخلص بها الشرعية من الضغوط السعودية التي تمارس عليها؟ حتى الآن لا يبدو في الأفق بدائل أخرى غير التفاوض النهائي يعني المجبر عليه، هذا هو البديل الآن الحاصل، لأنه في ظل ما زال تقديم الدعم الدائم لكل القوى العسكرية اللي ربتها الإمارات هذا يشكل عائق. بالتالي سيد حسن ذكرت أنه لا يوجد بدائل، إذن هل نتوقع أن الشرعية ستقبل بتقديم تنازلات أكثر وبالتالي يكون موقع أو موقف الانتقالي مفروض علينا كيمنيين؟ يعني حتى لو قبل يعني كوثائق يعني سياسية أو أوراق سياسية، فرضه على المجتمع هي مشكلة أخرى. الآن الانتقالي لا غير مقبول مجتمعيا، أصبح مجتمعيا غير مقبول، ففرضه بهذه الصورة كأنه يراد استمرار عملية الصراعات داخل المنطقة، لا يراد حل الصراعات. هذا هو الذي يغلب الصدر، نقول أنه بيقاها بفرضهم على الشعب وفرض الأجندة التي تريدها الإمارات بالأصح كالدكتور تريدها على تمررها، لأنه لهم مصالح كثيرة في المناطق الجنوبية بهذه الطريقة، حتى خلط القوات المسلحة بكل العناصر حتى عناصر طارق عفاش الحراس الحزام الأمني، وما زال الحزام الأمني اليوم ما توصلنا من المعلومات ما زال يتدرب تدريب غير عادي، يعني 90,000 مقاتل هؤلاء في بلدهم، يعني كلهم هؤلاء يشكلون ألغام، وليست ألغام عادية، ألغام بواخر، ألغام يعني بتتفجر بطريقة أو بأخرى. لا يمكن إدارة الجيش وجهاز أمني بهذه التشكيلة وهذه التركيبة. شكراً. التي أساسا مفروضة فرض، نحن لا نقول ليس من حق المواطنين أن يكونوا في الجيش أو في الأمن، هذا حق كل مواطن، ولكن الطريق والسبيل الذي يأتي إليها، ونحن نثق كثيرا بالشرعية الحالية أنها مزيدة من الصمود. نعم. غير ذلك فلتعلن الحرب المفتوحة بغير الصمود هذا. إذا أجبرنا على أن لا نقبل إلا هؤلاء، يعني هناك وصايا تصبح غير عادية على اليمن. أشكرك جزيل الشكر وأعتذر لمقاطعتك لانتهاء وقت هذه الحلقة. الكاتب والباحث السياسي حسن مغلس كنت معي من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. أيضا سلمان عسكر المحلل السياسي من أبها، وأيضا ضيفي عبد الرقيب الهدياني من العاصمة المؤقتة عدن، شكرا جزيلا لكم وشكرا مشاهدينا على حسن المتابعة. تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، أيضا هي مقدمة لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.